السلام عليكم اصدقائي ومرحبا بكم في فيديو جديد. كما وعدتكم في الحلقه اللي درتها في السيمانه اللي فاتت وهضرت لكم فيها على الاثمنه ديال الهواتف بعد الحجر الصحي، وقلت لكم باللي الاثمنه ديال سامسونج وديال هواتف ابل ديال هواتف ايفون غادي نهضر عليها في حلقه اخرى. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم فكره على الاثمنه ديال بعض هواتف ايفون جداد وقدام، يعني اوكازيون وجداد، وبعض الهواتف ديال سامسونج في نفس الشيء حتى هما جداد واوكازيون، يعني اللي قدرت نجمع الاثمنه ديالهم. ماشي كلشي، ماشي تغطيه ديال كلشي، وبلا ما نطول عليكم يلا نشوفوا الاثمنه. ولكن قبل دعموني بلايك، والى اول مره تشوفوا القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا ديما بالجديد. واللي عنده اي سؤال هذا هو الحساب ديالي في الانستغرام، دخلوا عندي تابوناو عندي في الانستغرام باش تعرفوا كاع الجديد، واللي عنده اي سؤال يصيفط لي في الانستغرام وغادي نجاوبه في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. ومبدا معكم بتليفونات سامسونج، واول تليفون من سامسونج عندي هنا سامسونج الاي 30 اس، 4 في الرام 64 في الميموار، الثمن ديالو جديد 2000 درهم، والثمن ديالو مستعمل 1500 درهم تقريبا، 1600 درهم 1400 درهم على حسب الكاليتي كما هي العاده. عندنا ثاني تليفون من سامسونج اللي هو الام 31، الام 30 ما لقيتش الثمن ديالو، ما تلاقيتوش في السوق ديال انزكان، عندي الثمن غير ديال الام 31، 6 في الرام 128 في الميموار، الثمن ديالو 2700 درهم، ما عنديش الثمن ديالو اوكازيون. وثالث تليفون معايا من سامسونج اللي هو الاي 51، 6 جيجا في الرام 128 في الميموار، الثمن ديالو 3000 درهم. تليفون اخر من سامسونج نيت هو سامسونج اي 71، الثمن ديالو 4150 درهم، النسخه 8 رام 128 في الميموار. سامسونج اس 10 لايت 8 في الرام 128 في الميموار، الثمن ديالو كيدير 6700 درهم جديد، حتى هو ما عنديش الثمن ديالو اوكازيون. عندنا سامسونج اس 10 8 في الرام 128 في الميموار، الثمن ديالو جديد 6300 درهم، والثمن ديالو مستعمل اوكازيون 4000 درهم 4200 درهم، يعني كيكون واحد شويه الاختلاف. وكما قلت لكم في الاول نعطيكم فكره على الاثمنه، ماشي الاثمنه بالضبط، يعني راكم عارفين البيع والشراية، ضربوا على راسكم منين تبغيو تشريو. التليفون الاخر اللي معنا من سامسونج هو الاس 20 النورمال العادي، 8 جيجا في الرام 128 في الميموار، الثمن ديالو 8500 درهم جديد، ما عنديش الاوكازيون، ما عنديش الثمن ديالو اوكازيون. تليفون اخر من سامسونج هو الاس 20 بلس، الثمن ديالو 9500 درهم، 8 رام 128 في الميموار، حتى هو ما عنديش الثمن ديالو اوكازيون. واخر تليفون معايا من سامسونج هو سامسونج اس 20 الترا، هذا فيه 12 جيجا في الرام 128 في الميموار، والثمن ديالو 11700 درهم، وتا هو ما عنديش الثمن ديالو اوكازيون. وندوزو للتليفونات ديال ابل ديال ايفون، حتى هما عندي بعض الاثمنه ديالهم جداد ومستعملين، وكاين اللي عندي غير مستعملين. وكما قلت لكم من قبل، الا شي تليفون بغيتو تسولوا على الثمن ديالو ما درتوش في هذا الفيديو ولا الفيديو اللي فات، صيفطوا ليا في الانستغرام. وحتى لما كان عندي الثمن ديالو راه نسول الدراري، كنعرف الدراري بزاف فين كان، ونعطيكم الثمن ديالو، فقط صيفطوا ليا في الانستغرام ولا تعليق الا شفتو راه غادي نجاوب عليه. وندوزو للايفونات، ومعنا اول ايفون اللي هو ال11 البرو ماكس 64 في الميموار، الثمن ديالو 12000 درهم، واوكازيون الثمن ديالو 10500 درهم كمتوسط ديال الثمن. وندوزو الخو اللي صغير عليه شويه في الحجم ونفس المواصفات ونفس المميزات، واللي هو ال11 البرو، ال11 البرو 64 جيجا داير 10300 درهم جديد، وفي الاوكازيون الثمن ديالو كيدير 8700 درهم 8600 درهم في هاد الماكسيموم ديال الفلوس. والايفون الثالث معنا في هذا الفيديو اللي هو الايفون 11 64 جيجا في الميموار، الثمن ديالو 7800 درهم جديد، والثمن ديالو اوكازيون 6300 درهم 6200 درهم 6400 درهم تقريبا. وندوز الايفون اخر اللي هو الايفون اكس اس ماكس 64 جيجا، الثمن ديالو كيدير 7700 درهم جديد، اما اوكازيون كيدير 6500 درهم 6600 درهم على حساب الحاله ديال الايفون كما تعودنا. وايفون اكس ار 64 جيجا في الميموار، الثمن ديالو كيدير 5800 درهم جديد، واوكازيون كيدير 4400 درهم 4300 درهم على حساب الحاله وعلى حساب اللي كيبيع. بالنسبه للايفون اكس ما عنديش الثمن ديالو في الجديد، عندي الثمن ديالو غير في الاوكازيون، حيت في الجديد قليل ما كاينش في السوق، يعني نسبه قليله اللي عندهم،
وما قدرش انني نلقى الثمن، يعني ثمن مضبوط اللي يكون منطقي. كاين اللي كيقول لك شي اثمنه اللي خياليه. المهم عندنا الثمن ديالو اوكازيون كيدير 4700 درهم تقريبا. عندنا ايفون اخر واللي هو 8 بلس 64 جيجا، اوكازيون حتى هو ماشي جديد، 4200 درهم تقريبا. وخوه صغير اللي هو ايفون 8 64 جيجا في الميموار حتى هو اوكازيون كيدير 2900 درهم. واخر ايفون عندي في هذا الفيديو اللي هو الايفون 7 بلس، ويعني ايفون اخر من وراه من ديك جي ما عادش ننصحكم تشريوه مازال مورا ما كمل النصف الاول من 2020. ديمو ضاو بزاف يا صراحه، كيبان ليا بلي انهم ديمو ضاو بزاف، وحتى الثمن ديالهم باقي غالي. واخا الايفون 6 ولا 6 بلس اس شاشه اللي ماشي شي شاشه اللي تعول عليها، والباتري حتى هو ماشي شي باتري تعول عليه، ومازال الثمن ديالهم غالي. ما ننصحكمش تشريوهم كاع من 7 بلس للفوق، ماشي مشكل. المهم 7 بلس 32 جيجا اوكازيون كيدير 2700 درهم، حتى هو الثمن ديالو جديد ما عنديش، صعيب تلقاوه جديد، يقدر يكون مجدد بحال اللي كتصيفطهم شركات ابل كتعاود تجددهم كتبيعهم، كاينين اللي كيجددوهم بعض الشركات الاخرين. المهم جديد صعيب تلقاه، الثمن ديالو كما قلت لكم 2700 درهم تقريبا، 32 جيجا. وهادو هما الاثمنه اللي قدرت نوجد لكم في هذا الفيديو اصدقائي. الى عجبكم هذا الفيديو كما هي العاده عطونا لايك، واللي عنده اي سؤال كما قلت لكم يصيفط لي في الانستغرام وغادي نجاوبه في اقرب وقت ممكن. شكرا لكم على المشاهده، السلام عليكم.